اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه جميع المشاهدين والمتابعين في لقاءنا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه القصر الكبير. اذا مباشره متابعين الأوفياء من مدينه القصر الكبير مع السيده هذه كانت خدامه في مقهى وصلت الاغلاق، بقات منين تصرف وكتعاني بصمت للاسف الشديد، وكتطالب من المحسنين انهم يتعاونوا معها. كنتمنى من جميع المشاهدين اللي شاف هذا الفيديو هذا واللي شاف هذا البث المباشر انه يبارطاجي. بغينا الصوت تاع السيده هذه يوصل للمحسنين، بغينا الناس تعاون مع السيده هذه لانها كتعاني بصمت للاسف الشديد. تفضل. السلام عليكم، انا بشرى من القصر الكبير. انا كنت خدامه في القهوه ودابا صافي القهاوي كلشي سد، ومني صدت القهاوي حنا بقينا جالسين في الدار ديالنا، ما كناكلو ما كنشربو، لا لقينا لا فطرنا ما كنلقاوش السحور. ودابا انا ما عنديش، عندي 3 د الوليدات وما كاين اللي كيدخل على مصروف، ما كايناش. مره انا اللي كنت خدامه عليهم كنت كاريه، وكنخلص الكرا وكنخلص الماء وكنخلص الضو وكنخلص المسائل كامله كنخلصها انايا. دابا انا نجلس من القهوه ما كاينش اللي كيدخل على ولادي، حتى ما كايناش مره. دابا انت اختي بشرى متضرره من هذه الجائحه، مضروره بزاف بزاف بزاف، مضروره بزاف مضروره، وما عنديش بزاف، ما عنديش بزاف باش نخلص الكرا لوليداتي. ولادي كريا ب60 الفرق. البارح جا عندي مول الكرا قال لي ضروري تخلصي الكرا، كنخلص نهار 20. دابا ما كايناش باش نخلص الكرا وما عنديش باش نخلص الكرا، ودابا انا بقيت غير جالسه انا ولادي هنايا. دابا انت من توقفت الكورونا هذه، من تم اغلاق ديال القرار ديال اغلاق المحلات التجاريه وكذا المطاعم والمقاهي كلشي، ضريت بزاف 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 بزاف. كلشي اللي خدام في القهوه واللي خدام في المطاعم واللي خدام في اي بلاصه راه مضرور بحالي، مضروره انايا. انا وحده مضروره منهم، وعندي الكرا وعندي المصاريف كنصرف على وليداتي. دابا راه تصوري البارح انا مني فطرت السحور ما تسحرتش، انا باقا حاليا باقا على من فطوري البارح السحور ما لقيتش باش نتسحر. بالنسبه انهم قالوا بانهم غادي يعوضوكم، ما كايناش اخي، صافي سدوا علينا، صافي ما خلونا هكاك، يعني ما كاين لا تعويض لا والو، ما كاين حتى شي حاجه، حتى واحد ما عقل عليك. بقينا جالسين في ديورنا هنايا حنا جالسين، حتى الباترون ما عقلش، ما عقل علينا حتى شي واحد ما عقل علينا. دابا انت كطالب من المحسنين انهم يتعاونوا، هادشي اللي كنطالب انايا، كنطالب من المحسنين، كنطلب الله يعاونوني. ولكن لا كاين شي واحد اللي غيتدخل، لكن غيتفلاو عليا، واحد ما يتفلى عليا، واحد ما يعيط يتفلى عليا، كان غير شي واحد يتدخل، شي محسن ولا شي محسنه يتدخلوا. شحال انت خدامه في القهوه؟ دابا راه علي عام انا مش خدامه في القهوه. كنغسل القشوع وكنطيب اتاك ونغسل القشوع وكندير كلشي في الكوزينه، خدامه في الكوزينه. كانت بحال هكا، كنت مزيانه ملي كنت خدام في القهوه، كنت مزيانه كنصرف على وليداتي وكنخلص من الكرا وكنخلص من الضو وكنخلص على كلشي. المسائل كامله انا هزاه انايا، ولكن راجلي ما خدامش، راجلي كيخرج يفرش، انا ما عنده فين يفرش. حنا جالسين سدينا الباب علينا بقينا جالسين. دابا من نهار اللي شدو، اليوم 11 في رمضان وحنا جالسين، ما عندناش كاينه شي مره، ما كاينش المدخل مره، مسكون غيدخل عليك، ما كاين لا كيعقل عليك، كاينه شي مره حتى واحد ما عقل عليكم، حتى واحد ما عقل علينا. دابا ماشي غير انت اللي كتعاني، ماشي غير انا، كلشي اللي جالس من القهوه قلت لك، اللي خدام في القهوه ولا من الكامارير ولا من المعاون ولا كلشي، جالس كلشي. كاين اللي وصلت بهم بزاف منهم، بزاف منهم، انا وحده منهم. يلا انا بس غنصرف على 3 العيال وبا، ما عندي شي الله غالب، ما كايناش. انت كطالب من المسؤولين، وكذلك هي شوف هي مطالبه من جوج من المسؤولين وكذلك من المحسنين، كطالب من المسؤولين باش تكون واحد النظره للقطاع ديالكم، وكذلك من المحسنين. كنطلب من المحسنين الله تعالى وتبارك يوقفوا معايا مع وليداتي، وخاصه الناس ديال برا هما اللي يشوفوا من حالي، هادشي اللي كاين. اذا كما سمعتم متابعين في قناه شوف تيفي مباشره من مدينه القصر الكبير، نتمنى ان الرساله تكون وصلت، لان القطاع ديال المقاهي تضرر بكثره، وخاصه الناس الله يسهل عوالهم. هاد السيده هادي خدامه كتغسل القشوع في مقهى، هي ومجموعه الناس ضر، ولكن هي متضرره اكثر. من نهار اللي شدوا القهوه وهي كتعاني الصمت وكطالب المحسنين ومن المستبيل وفي انهم يتعاونوا معها. السيده ما طالبه والو، طالبه غير الناس الجادين اللي باغيين يتعاونوا، اللي كيشوفوا راسهم انهم قادرين يتعاونوا يتواصلوا على رقم الهاتف، لان هذه خصنا نوقفوا معاها. لان القرار ديال اغلاق المحلات، ديال اغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان من طرف الحكومه قرار، حنا مع الاغلاق، ولكن خص تعويضات لهاد الناس هادو لانهم كيعانيو في الصمت. خص تعويضات كما قلت لهاد الناس هادو لانهم كيعانيو في الصمت، كيعانيو في الصمت للاسف الشديد. هاد الناس راه ما عطاوهم لا تعويضات، ما عطاوهم حتى حاجه كما سمعتو، كما قالت حتى الباترون ما عقلش عليهم. هذا نداء لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجها، انهم يتعاونوا مع السيده هذه ويتواصلوا معها عبر رقم الهاتف اللي وضعناه لكم. وتحياتي للجميع. عندك ما تضيف ولا ونهار قالوا لي غيسدوا القهوه محلينه، بكيت في الكوزينه، بقيت كنبكي بحال ما بكيت. بقاو كيسكتوا فيا غير اللي خدام معايا، قالت لي مضروره حتى حنا راه مضرورين، ولكن انا وحده مضروره بزاف. انا عندي 3 د العيال وعندي الكرا وعندي الموضوع وعندي المصروف، ما لا حول ولا قوه. دابا انا جالسه، انا اللي كنصرف، انا اللي خدامه. دابا حنا جلسنا، ما حنا جالسين على الله. دابا انا تصوري ملي فطرت البارح انا الهضره ما كنقدرش حتى نهضر، بقوه البكا اللي كنبكي بزاف، الدموع نشفوا لي من عينيا. انا كنقيل لو كان بكي ولادي كنفطر بعدنا بولادي، وانا كندرسي كنمشي كنصلي كنقول لولادي فطروا نتوما، هي تتشبعوا نتوما، لا يبقى ناكلوا انايا موراكم، حيت هادو جوجات كبار كيصوموا. كنصبق ولادي هما الاوله، وانا بحال كنمشي للبيت كنصلي وكنتخبى حتى كيفطروا ولادي، عاد كنخرج انا من البيت. اللي عطل بعدا ما كنطيب لهم غير الشيشه بالتعريكه، ولا كنطيب لهم الشيشه بالحليب وصافي. هادشي اللي كاين. الا فطرنا ما كنتسحروش. كنطلب الله تعالى وتبارك وشوف شي محسنين يوقفوا معايا مع وليداتي ومع الكرا ديالي. ما عندي شي الكرا اللي ما عنديش. دابا انا مضروره من الكرا، مضروره من نتوما عارفين اللي كاين رمضان دابا هذا، وخصك ضروري الشيوت. العائله الصغيره قالت لك ماما خصني البنان، انا ما عرفتش نجيب لها البنان، كد 24 ريال الكيلو. يلا ما عندي شي، ما كايناش. كيخرج كندبر، كاين اللي كيعرفني كيعطيني 10 دراهم كيعطيني 1500، كاين اللي كيدخل لي الكاسرونه فيها الحريره الجيران هنايا وصافي. هادشي اللي كاين. الله يرحم والديكم اللي كيعرفني هكايا، انا حسبوني اختكم، حسبوني شي وحده من عائلتكم. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. انا مزوقه فيكم وفي هاد العواشر وهاد المواسم نشوفو من حالي. الله يرحم الوالدين. هادشي اللي كاينه. اذا كما سمعتم متابعين الاوفياء لقناه شوف تيفي مباشره من مدينه القصر الكبير، السيده هذه ضحيه من ضحايا ديال جائحه كورونا، ولكن للاسف هي كتعاني بالصمت وكطالب بالمحسنين ومن المسؤولين انهم يتعاونوا معها. السيده كانت خدامه فوق القهوه، كانت ميسره كما كنقولوا، كانت محركه، ولكن للاسف الشديد من نهار اللي وقفت وهي كتعاني في الصمت. هذا نداء لجميع المحسنين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجها انهم يتعاونوا مع السيده هذه. رقم الهاتف ديالها حنا وضعناه لكم، اللي كيشوف راسو انه قادر يتعاون معها، اللي كيشوف راسو انه ما قادرش غير يبارطاجي، فالدال على الخير كفاعله. اكيد الدال على الخير كفاعله. متابعين الوفياء وتحياتي للجميع.